الأفاضل نجدد لكم التحية في هذا الانطلاق الجميل في انطلاقة هذه الأمسية التراثية الجميلة، انطلاقة شوط الختام لهذه الأمسية التراثية الجميلة، أمسية الحدث، أمسية الانطلاق، أمسية الشلف الذهبية، وأمسية حدث في مثل هذا اليوم مع الجزيرة أيضا وهجن الشعارية والتيم الأمثل الذي سجل مع الشعار الأدعم بهذه الأمسية التراثية الجميلة، التي أيضا بدورنا نهنئ أيضا مالك هجن الشعارية على هذا الفوز الجميل، فوز الجزيرة بالشلفة الرئيسية أيضا وتيمها الممجز الجميل والحدث الذي سجل في هذه الأمسية 11 دقيقة 49 ثانية 24 جزء من ثانية، تيم أيضا لم يسجل في مثل هذه الانطلاقات والتحديات، أول مرة يسجل هذا التيم أيضا في هذا المساء. مينونة التيمات والركض القوي، ترقص وتندفع كأن الأسد في ثارها، معها الجزيرة كل شيء يستوي، تيم الثمانية اندفن في دارها، يستاهل الناموس الفذ القوي، مالك الجزيرة وشعارها. ها هي أيضا أبيات سجلناها في هذه أيضا المعجزة المتميزة وشوط الختام الثاني عشر الذي انطلق أيضا هذا الشوط بالثنايا بكار من هجن أصحاب السمو والشوق، وأيضا سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين العشرة في هذه المسيرة. ونتابع هنا الانطلاق ونتابع خلود على الصدارة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من سيطرت على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني في هذه الانطلاقة هنا أيضا شعار هجن الشعانية يتواجد بهذا الانطلاق الجميل مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي، من يطلق أيضا العنانة هنا بهذا الانطلاق الجميل لهذه المندفعة على المركز هنا أيضا الثاني. بينما المركز الثالث تأتي لغويصية من هجن العاصفة بقيادة الوافق حمد بن راشد بن حمد بن غدير بهذا الانطلاق الجميل، الوصول هنا أيضا في هذه الانطلاقة من الحذرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان مع أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير، بينما المركز الخامس والمنطلقة هنا بهذا التحدي الجميلة هنا تأتي مزنة، تأتينا بهذا الانطلاق من هجن الشعانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المري، من تتواجد على خامس المراكز. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى في هذه المسيرة. هنا الانطلاق، هنا الاندفاع اذا للمراكز الخمسة الاولى في هذه المسيرة والانطلاقة، وهناك على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول خلود المسيطرة على زمام الامور وعلى الصدارة من هجن العاصفة التابعة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الحذرة، من تاتي على ثاني المراكز بدورها هنا وتلعب هنا بالمنافسة بدور جميل. هنا الحذرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان رجل التراث هنا الذي أيضا يقف مع هذا الشعار بقيادة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، من يتابع وينطلق مع الحذرة. هنا أيضا الجنتلمان الشاب اللطيف يتواجد برفقة الحذرة في التضمير وهي تتسلل إلى الصدارة وإلى المركز الأول. المركز الثالث نتابع هنا لغوي تغوص في
بحر الناموس وفي بحر الأصالة وفي بحر الفوز هنا الغويصية من هجنش العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير من تأتينا على المركز الثالث المركز الرابع هناك الانطلاق على المركز الرابع في هذه اللحظات من قبل وصال هجنة الشحانية بقيادة السلطان بن محمد بن سالم لوهيبي ومزنة من تأتي على المركز الخامس أيضا بنفس شعار هجنة الشحانية وبقيادة أحد الشباب الذين انطلقوا مع عالم الهجن وعالم التضمير جابر بن سالم بن فاران المري من ينطلق في هذه التحديات والإثارة مشاهدينا الكرام خماسية جميلة تنطلق خماسية ذهبية خماسية بتحديات وإثارة متميزة هنا التغيير الذي جرى وطرى على الصدارة من قبل الحذرة من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول الحذرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل الهيان بقيادة الجنتلمان أحمد بن غلفان بالصايغ المزروعي من ينطلق هنا على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول بينما خلود على المركز الثاني تطلب الخلود والفوز والناموس خلود من هجنة العاصفة التابعة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق دائما وأبدا من هجنة العاصفة وأداءاتها هنا الوصول في هذه اللحظات من وصال الواصلة المنطلقة إلى المنافسة من هجنة الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم نوهيبي من أيضا قاد الجزيرة في هذا الانطلاق والتحدي ومع الشلفة الذهبية في هذا اليوم المميز الجميل المركز الرابع تأتي مزنة على المركز الرابع هنا بهذا الانطلاق المميز والجميل هنا أيضا مزنة في هذا الانطلاق من هجنة الشحانية بقيادة ايضا هنا ايضا جابر بن سالم بن فاران المري من قاد المسير مع شلف مع ايضا خنجر العمانيات في هذا المساء الجميل هنا المركز الخامس تأتينا هنا ايضا الغويصية في هذا الانطلاق المميز من هجن الشحان العاصفة هنا من تتواجد بهذا الانطلاق نعم هجن العاصفة تتواجد على المركز الخامس التابعة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق في التحديات في الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود هناك نعود إلى التحديات إلى الإثارة هنا في شوط الختام لا نقول ختام بل إنما صراع لنيل الفوز لنيل الناموس هنا بهذه المسيرة في أمسية هذا المساء الرياضي الجميل هناك الحذرة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول الحذرة المنطلقة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان بقيادة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من ينطلق هنا ويتحدى ولكن هنا خلود أيضا تنطلق بهذه اللحظات خلود العاصفة هنا التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم محمد بن راشد بن حمد بن غدير مزنة من الجانب الآخر مزنة منطلقة من هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري في الانطلاق براقة وصلت ايضا من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم لوهيب العملاق من ينطلق في هذه اللحظات هنا ايضا مع براقة المركز الرابع هنا وصال على المركز الرابع من هجن الشحانية ايضا مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي وهناك لغويصية على المركز الخامس من هجن العاصفة التابعة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي ها هي الانطلاقات والتحديات والإثارة والقادم المشاغب أيضا بينضم بمشاغبته إلى أيضا الفوز وإلى الناموس يا سلام يا سلام انقضت المسافة بدينا نقترب مشاهدينا ومتابعينا كرام بدينا نقترب من ماذا من مضيق العبور هنا من الكيلومتر الاخير كيلو التحدي كيلو الصراع وصال من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصال من هجن الشحانية بقيادة هنا سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي ومن الجانب الاخر مزنة من الجانب الاخر هنا ايضا تنطلق
في هذه اللحظات مزنا من هجرة الشحانية مع جابر بن سالم بن فران المري في التضمير المركز الثاني. المركز الثاني وصال مع دلدق اللقاء هنا مع الكيلو متر الأخير، وصال من هجرة الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، سحابة قادمة أيضا من هجرة الشحانية مع مشاغب بن محمد بن خالد العطية. العطية يا سلام الله، التحديات التحديات هنا هنا، سحابة 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 الفوز والناموس، سحابة الفوز والناموس، سحابة سحابة. ومن الجانب الآخر الله، برقت براقة برقت براقة وواصلة وصال مع براقة في هذا الانطلاق. هذا الشعار أيضا يفتتح أمسية هذا المساء، وها هو يختم يختم سن الثنايا هنا مع هذا الشعار، الشعار الأدعم هنا المنطلق مع أيضا هنا هنا في هذا الانطلاقة براقة على الصدارة، براقة على المقدمة وعلى المركز الأول، ووصال في المركز الثاني بنفس الشعار، شعار الجزيرة، شعار المعجزة. هنا ينطلق في هذه اللحظات يختم أمسية هذا المساء مع أيضا هذا الشعار الأدعم. تهانينا تهانينا لسيدي صاحب السمو شيخ تميم بن حمد آل ثاني على هذا الفوز الجميل هنا لهجنة الشحانية. تهانينا للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ولحظة وصول براقة إلى خط النهاية، معلنة الفوز معلنة الناموس، وكذلك وصال بمعيتها في ثاني المراكز، سحابة في المركز الثالث من هجنة الشحانية. المركز الرابع أتتنا هناك أيضا مزنة، وفي المركز الخامس الحاجة، كلهن أيضا من هجنة الشحانية خماسية. هذه الانطلاقة تهانينا والناموس لهجنة الشحانية على هذا الفوز الجميل والانتصار مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وهنا لحظة التوقيت الزمني في هذه الأمسية بشوط ختام هذه الأمسية هنا، والتوقيت الزمني هذه اللحظات 12 دقيقة 30 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز لبراقة هجنة الشحانية ولسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وصال من أتت على المركز الثاني أيضا من هجنة الشحانية مع الأملاك سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. 12 دقيقة 32 ثانية 43 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني بهذا الانطلاق المميز، بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام كانت سحابة من هجنة الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. 12 دقيقة 34 ثانية 31 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني في هذا الانطلاق الجميل. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام سباق مساء هذا اليوم في هذه الأمسية.